أهلاً 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 بكم. تعالوا نشوف رحلة الألف كيلو تساوي إيه، يعني إيه رحلة الألف كيلو؟ طيب، ورحلة الألف كيلو دي معمول لها زي شعار اسمه اسبقي اسبقي أنت، مش أنت، خليك أنت على جنب دلوقتي، مش كلنا يعني الداعمين أهلاً وسهلاً، اسبقي بخطوة. طيب، رحلة الألف كيلو تبدأ في عدد من محافظات الجمهورية، إيه الهدف؟ إنه يتعمل توعية وتدريب وتمكين اقتصادي للسيدة المصرية، المرأة المصرية، بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم. خلوني أرحب بضيوفي الأعزاء، عادة بنبدأ بليديز فيرست بس الستات النهاردة أغلبية، فهبدأ النهاردة بالرجل طيب الوحيد اللي موجود، دكتور محمد العزب، رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم. أهلا بك دكتور، عامل إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله. دكتور هالة عدلي، أمين عام اتحاد قيادات المرأة العربية، ازيك يا دكتور؟ عاملة ايه؟ سكرتير عام الجمعية المصرية. وسكرتير عام الجمعية المصرية. أيضا دكتور رانيا علواني، المدير التنفيذي للجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم واستشاري النساء والتوليد، وطبعا بطلتنا والسباحة الشهيرة والمعروفة دائما لا شك فيه، ازيك يا دكتور؟ أهلا بحضرتك. عاملين ايه؟ ايه الأخبار؟ كله تمام؟ طب أنا بدأت الأول بالرجل الوحيد في هذه الجلسة باعتبار إنه ما هوش عنصر الأغلبية، بس هبدأ بالكلام مع دكتور هالة. إيه هي قصة الألف كيلو؟ والله قصة الألف كيلو دي بداية لرحلة احنا انتهينا بيها من 3 سنين قبلها، يعني هنبتدي رحلة بنحضر لها بقالنا 3 سنين. 3 سنين دول كان فيهم طرق أبواب لجميع المصالح الحكومية والوزارات والجمعيات الأهلية وجمعية الدول العربية، بنخبط علشان نعمل توعية على حاجة مهمة جدا وهي سرطان عنق الرحم. لان اكتشفت وانا في فاكسيرات في مصر لقاح 3 سنين طبعا. اكتشفت ان فيها فاكسين وان في ناس بتصاب وان في ناس بتيجي تتعالج وفي بس ما حدش يعرف عنها حاجه. فبعد ما خلصت ودخلت في الريتايرمنت فيز والايرلي ريتايرمنت، ايرلي فيري ايرلي فيري ايرلي، لا مش فيري ولا برضه لازم افيد ان احنا ناخد ده كمبادره عربيه نبدأها مع الاتحاد زي ما حضرتك قلت. تقابلت مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم مع دكتور عزب ودكتور رانيا، لقينا نفسنا بنتكلم على نفس النقطة، بنتكلم على نفس البوينت، بنحاول نعمل توعية للسيدات انها تعمل كشف مبكر علشان ما يحصلش مشاكل بعد كده، ومحدش عارف حاجة عن الموضوع، حتى احنا كناس بتوع صناعة الدواء او كأطباء محدش برضو حاطط الموضوع ده أهمية واعتبار. بدأنا نشوف حتى لو في 2 بني أدمين بنروح نكلمهم، حتى لو في حد واحد بنكلمه. وحدنا بقى الجهود، والحياة الجمعية عملت بروتوكولات تعاون مع أكتر من جهة، لغاية ما الحمد لله الدولة سمعتنا شوية. المبادرة الرئاسية دخلت ورم سرطان عنق رحم والكشف عليه، دخل ضمن الأورام للمبادرة الرئاسية للكشف عشان نقدر نعمل تغطية أو نعمل مسح أو يبقى عندنا حتى إحصائية إحنا عندنا العدد كام. منظمة الصحة العالمية نزلت استراتيجية عالمية عشان القضاء على المرض ده. سمعنا وزير الصحة وسمعتنا وزيرة التضامن، والحقيقة مشكورة، وست وزير الصحة برضو مشكور إنهم قرروا يدعموا الجمعية في مشوارها. فقدمنا واقترح السيد رئيس الجمعية مشوار الألف كيلو إن إحنا نبدأ من اسكندرية لأسوان، ويحكي هو لحضرتك. إذن أرجع لدكتور محمد العزب، احكي لي وبعدين نروح لدكتور رانيا بقى. رحلة الألف كيلو هي زي ما حضرتك تفضلت وقلت، إحنا عاملينها لكل سيدة مصرية، بنتكلم في تدريب توعية وتمكين. التدريب عندنا 3 فئات بنتكلم على التدريب بتاعهم، الأطباء، الهيئة التمريض، وحاجة ضفناها جديد ومهمة جدا الحقيقة وشفناها ولمسناها لما نزلنا في حملات الصعيد، الرائدات الاجتماعيات أو تبع وزارة الصحة الرائدات الريفيات. التدريب بتاعنا بالنسبة للأطباء، احنا عندنا الصحة الإنجابية من ضمن الحاجات اللي مهتمة بيها جدا وزارة التضامن الاجتماعي من خلال برنامج 2 كفاية اللي موجود عندها واللي تبنته من بدايته، من وسائل منع الحمل وأهمية وسائل منع الحمل وإمتى أركب الوسائل المختلفة بحيث أن تبقى مناسبة للسيدات وما يحصلش منها مشاكل،
بالنسبه للرائدات الريفيات بنتكلم معاهم على اهميه الصحه الانجابيه وازاي يوصلوا المعلومه للسيدات بطريقه سهله وبسيطه بحيث ان احنا نقدر نواجه المشكله السكانيه اللي موجوده عندنا او الزياده السكانيه اللي بتحصل على طول باستمرار، ويمكن ده من اهم اهداف الدوله او تماشي مع رؤيه الدوله المصريه. الحاجه الثانيه اللي بنتكلم فيها زي ما الدكتوره هاله تفضلت وقالت سرطان عنق الرحم، ويمكن الحمد لله كان لينا الاسبقيه في قصه ان احنا نتكلم عن قضيه سرطان عنق الرحم واهميه الوقايه، لانه اضافه على كلام الدكتوره هاله هو السرطان الوحيد اللي انا اقدر ادي شهاده ضمان مش هيجي لك سرطان عنق الرحم. يعني عندي سرطان ايا كان بقى نسبته كبيره في مصر قليله في مصر، اقدر احمي كل سيدات مصر ان محدش يجي لها سرطان عنق الرحم عن طريق ثلاث خطوات سهله وبسيطه جدا: الكشف المبكر للسيدات المتزوجات او فحص بيتعمل كل 3 سنين او 5 سنين على حسب السن، التطعيم للفتيات من سن 9 ل 15 سنه، الحاجه الثانيه العلاج في مرحله الخلايا الغير طبيعيه، وده بيؤدي لحمايه بنسبه 100%. ويمكن زي ما الدكتوره هاله تفضلت وقالت ان ال WHO عامله استراتيجيه اللي هي 90 70 90، لكن في حاجه ثانيه اقوى، ان كل دول العالم بتتنافس ان على سن سنه 20 30 تعلن ان انا بلادي بلا سرطان عنق الرحم. وفعلا نزلنا مصر ابتدينا ان احنا نتكلم في القصه دي، وزي ما الدكتوره هاله تفضلت حصل دعم من وزاره الصحه المصريه، دعم من وزاره التضامن الاجتماعي، وكان اقوى دعم بالنسبه لنا ان مبادره رئيس الجمهوريه للكشف المبكر على الاورام تتبنى قصه سرطان عنق الرحم، وموجوده في 10 محافظات دلوقتي، واحنا بنتماشى يعني بنحاول ان احنا نزود الوعي اكتر ونوصل المعلومه دي للسيدات. ده بالنسبه للتدريب. التوعيه برضو بنتكلم بنقعد مع السيدات لان بنفهمهم الصحة الإنجابية فيها إيه، سرطان عنق الرحم فيه إيه، بحيث إن احنا نحسهم على الكشف أكتر. والأخيرة التمكين الاقتصادي اللي حضرتك اتكلمت عليه، وده بيحصل عن طريق إن احنا ديارنا من تبع وزارة التضامن الاجتماعي بنعمل لهم السيدات المنتجات اللي موجودين في الوزارة بنعمل لهم بازار مجاني تماما، بنحاول إن احنا نساعدهم إن هم ينشروا المنتجات بتاعتهم في كل المحافظات أيا كانت إيه هي. الحاجة التانية بنحاول نديهم ورش عمل اسمها ورش إدارة الأعمال، بحيث ان السيدات المنتجات دي ممكن تعرف تعمل دراسه جدوى للمشروع بتاعها ازاي، ازاي تقدر تكبره، ازاي تقدر تعمل له ماركتنج على السوشيال ميديا او وات ايفر المجال اللي هنستخدمه لنشر الشغل بتاعها. الحاجه الثانيه اللي ضفناها ان السيدات اللي ما عندهاش حرفه في حاجات بسيطه جدا وسهله جدا تقدر تعملها بمنتهى السهوله زي المشغولات الجلديه، التطريز، صنع الشمع، وده برضو ورش عمل هنديها لها. الهدف بتاعنا ان احنا بادئين من اسكندريه لحد مرورا بالقاهره لحد ما نوصل لحد اسوان. دول المرحله الاولى اللي احنا اتفقنا مع معالي وزاره التضامن الاجتماعي ان احنا هننفذها، لان مده المشروع 3 سنين، فدي المرحله الاولى اللي احنا بنتكلم فيها من شهر 9 لحد شهر 1 ان شاء الله. ويمكن الحاجه كمان اللي ساعدتنا اكتر ان توجيهات يعني وزاره التضامن ان احنا نتواصل مع وزاره الصحه، قابلنا فعلا الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه وادانا دعم كبير جدا، وان شاء الله هتبقى المبادره مش وزاره التضامن بس، وزاره التضامن ووزاره الصحه هيئه الرعايه الصحيه، فبنحاول نجمع كل الكيانات بحيث ان احنا نقدر نقدم حاجه بجد. طب حلو جدا، هنا نرجع لدكتور راني. التشبيكه دي تبدو رائعه جدا وهتبقى تشبيكه مثمر. السؤال بقى، لانه انت كمان عندك يعني إصرار زائد تاريخ في مسألة العمل العام. أنت شايفة أنه إحنا المجتمع بتاعنا والستات بتوعنا، وبالذات لما نيجي نطلع على الأرياف أو نطلع برا المدن الكبيرة، القاهرة، اسكندرية، مثلا طنطا وكفر الزيت، حاجات زي كده، الناس عندها قابلية لده؟ الستات عندهم قابلية احنا لده؟ احنا بقالنا سنتين بنطلع قوافل من الجمعية، وبنتعاون مع دايما أصدقائنا بقى النواب، مجلس النواب، أعضاء مجلس النواب كانوا بيساعدونا في كل محافظاتهم. حلو. والحاجة المهمة إن ساعات السيدات ما بيبقاش واصل لها معلومات، والرائدات الريفيات اللي دكتور عزب كان لسه بيتكلم عنهم، سواء الرائدات الريفيات أو الاجتماعيات تبع وزارة التضامن، هم الأساس. عشان كده توعيتهم ومشاركتهم، وإن في كذا هيئة من الدولة بتساعدنا، مش إحنا لوحدنا. الوصول على الأرض أهم بكتير، وإحنا يعني آخر سنة الحمد لله كانوا كم حالة دكتور عزب عشان ما أغلطش في آخر سنة إحنا كشفنا على 3000 سيدة، 3000 سيدة بالمجان في القرى والقرى والنجوع، يعني إحنا من 350 حالة في حالة المرحلة الخلايا الطبيعية. إحنا مش بنتكلم على القاهرة خالص، إحنا بنروح جزر وبنروح الريف وبنروح في أماكن ما بيبقاش فيها حتى مية ونور وسقف، لكن بيبقوا حابين جدا ان يبقى عندهم دكاتره، ان كلنا بنبقى موجودين. ساعات سيدات بتبقى انجبت مره واثنين وثلاثه وما راحتش للدكتور، ما شافتش في حياتها اي حد يكلمها عن الصحه الانجابيه، عن صحتها، عن محتاجه اي حاجه تانية في صحتها. فالرائدات الريفيات هيبقوا كي،
ولكن الأهم في الحملة دي هو أنك في كل مكان هنروحه هيبقى فيه عيادات باسم سباق بخطوة هتفضل طول السنة، هيتم تدريب الرائدات والتمريض والأطباء بحيث أنك دخلت المكان ده مش هتسيبه خلاص، أنت يقدروا يوصلوا لك، يقدروا يعملوا الكشف المبدئي، ولو احتاجوا حاجة أكتر هيروحوا للسكندري كير إن شاء الله. طب ده عظيم، هنا دور مهم جدا على الأرض، هو ده المهم. طيب هنا هرجع لدكتور هالة، مسألة بقى العيادات اللي قالت عليها دكتور رانيا، عيادات سباقي بخطوة، هل أنا كلو صح التعبير مبادرة والجمعية بكل التشبيكة هنبقى قادرين على أنه يبقى في عيادة موجودة في كل المناطق المستهدفة؟ ما هو عيادة يعني تكاليف ودكاترة وفريق طبي وأدوية والفاكسين، أنا بالنسبة لي أن في فاكسين ده أول مرة أسمع انه في فاكسين للولاد والبنات على فكره عشان ما نخرجوش بره ايوه هو مرض هو عنق رحم لا ما هو بيصيب الراجل والست بس الفيروس ممكن نتكلم برضو على الفيروس لوحده يعني الأول. الفيروس ده حقيقتك بيصيب فيروس مش بيستأذن حد، يصيب الراجل ويصيب الست، والتطعيم للولد والبنت من 9 ل 15 سنه بياخدوا جرعتين، لو انت عايز تتكلم على التطعيم من فوق 15 سنه لغايه 45 سنه بياخدوا 3 جرعات. والله العظيم ثلاثة معلومة بالنسبة عمري ما سمعت. وبيسبب كذا نوع من أنواع السرطان مش بس سرطان عنق الرحم. وليه تطعيم وعندنا. من 2006 متسجل عندنا. أنا مش هتناقش إحنا يعني يبقى سيبنا من 2006 لحد بعد كده حصل إيه؟ الأمر لله من قبل ومن بعد. إحنا هقول لحضرتك حاجة، إحنا بنتكلم على العيادات، الحقيقة مشكورة السيدة وزيرة التضامن تطوعت إن هي هتدينا أجهزة نجهز 50 عيادة بالظبط 50 عيادة العيادة دي عبارة فيها كل الأجهزة وهم منزلين المواصفات كمان بتاعتها، أجهزة سونار وأجهزة أشعة أجهزة كشف، أوضة عيادة عيادة جاهزة لصحة المرأة. ما يخص صحة المرأة وهيبقى فيها وحدة ده اللي الدكتور عزب بقى بيعمله للكشف على سرطان الرحم وعلاجه، مش بس اكشف والدنيا نمشي وخلاص، هيبقى فيه في مراحل معينه اللي هي المراحل اللي ما تقدمتش قوي اللي هي نقول المرحله الاولى والثانيه تقدر الدكاتره وتيم الدكاتره بتاع الجمعيه يقدروا يعالجوا. تم التنسيق بقى مع وزاره الصحه ان يفضل ان هذه العيادات تكون في الاماكن اللي ما فيهاش خدمه طبيه او خدمه صحيه من وزاره الصحه عشان يبقى شويه في تكامل. ويمكن ده كان هو الاجتماع بعد ما دكتور رانيا ودكتور عزب قابلوا معالي وزير الصحه قال ننسق مع المبادرة الرئاسية ومع الوحدات على أساس أن يختاروا الأماكن اللي موجود. هيبقى في مستوصفات في الجمعيات وفيها دكاترة، هيبقى في حاجة تبع وزارة الصحة في الأماكن اللي مش وصلها خدمة صحية وتحديدا اللي هيوصلها تأمين صحي آخر مرحلة، يعني في الآخر خالص عشان نكمل بعض عشان يبقى في تكامل بيننا وبعض. بس أوريدي فلوس الحاجة تم اعتمادها من وزارة التضامن، وبالفعل دكتور عزب اشترى 20 عيادة للمرحلة الأولى لفلوس المرحلة الأولى، يعني اللي عايز يجيب للمرحلة الثانية احنا جاهزين. أبقى برضو برد يعني رد، أنا يمكن فهمت من سؤال حضرتك استمرارية الموضوع، صح؟ الموضوع موضوع أن أنا أنزل أفتح عيادة وخلاص. وعلشان كده الحقيقة لما جينا فكرنا في المشروع قسمنا موضوع العيادات لحاجتين، وده طبعا كان بالنقاش والتوجيهات مع معالي وزارة التضامن الاجتماعي، لأن هي الحقيقة صاحبة المشروع، الفند كله جاي من وزارة التضامن الاجتماعي. فجينا قسمنا العيادات ده لجزئين، جزء مع الجمعيات اللي ليها عيادات وليها مستشفيات وأسامي كتير موجودة في مصر وكلنا عارفينها ومش بعمل يعني، والجزء الثاني مع وزارة الصحة المصرية. الدكاترة اوريدي العيادات اللي موجودة فيها دكاترة، سواء الجمعيات فيها دكاترة وفيها فلوس بتدفع عليها وفيها فند موجود ليها، فبالتالي احنا دورنا ان احنا هننزل نفرش العيادات، هندرب الدكاترة، وده بالشراكة بيننا وبين بعض، الإشراف موجود بحيث ان نضمن استمرارية موجودة على طول للعيادات اللي مفتوحة تبع الجمعيات. بالنسبة لوزارة الصحة عندها من الأطباء وعندها من الأماكن اللي موجودة، وبالتالي كان برضو دعم كبير جدا من معالي وزير الصحة ان هو يفتح لنا الوحدات الصحية اللي احنا ممكن نحط فيها الأجهزة وندرب الدكاترة بالتنسيق مع وزارة الصحة والمبادرة الرئيس الجمهورية للكشف المبكر على الأورام، بحيث ان دي يكون فيها استمرارية. احنا هدفنا كل اللي احنا عاوزين نوصله هو المشروع مش بتاع الجمعية، كان الهدف عشان نقدر نعمل خطوة كبيرة لازم تكاتف كل الجهات اللي موجودة علشان نقدر نكمل الاستمرارية، سواء من الفلوس او المتابعة او الاشراف او تقديم الخدمة. مش هتقدر عمر الجمعيه مع وحدها كل الدكاتره اللي فيها يقدروا يقدموا ده، كان لازم ان احنا نشارك ده، وده اللي اوريدي اللي احنا عملناه الحمد لله. حتى البلاد اللي فيها
التأمين الصحي الشامل دخل وهيئة الرعاية الصحية زي الأقصر مثلا أو زي بورسعيد. طيب. تم التواصل مع الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة بحيث أن احنا نقدر ننزل برضو في البلاد دي، ما أسوان والأقصر من ضمن البلاد اللي احنا نازلين فيها، وإن شاء الله بننسق معاه ميعاد قريب جدا بحيث أن احنا نبقى شاركنا كل الأطراف اللي مسؤولة عن الصحة، سواء وزارة التطمن والقطاع الطبي اللي موجود فيها، وزارة الصحة، الهيئة العامة للرعاية الصحية. فده اللي يقدر يدينا استمرارية للمشروع وإن هو يفضل مكمل على طول. ده كل اللي احنا جربنا التعاون ده السنة اللي فاتت، احنا تعاوننا مع كل هيئة من دول بالزبط. وطلعت مشروعات كلها ناجحة، فخلاص كل الناس بقت عارفة الحقيقة. كانت موسوعة جينيس، يعني موسوعة جينيس، احنا الحمد لله قدرنا ناخد موسوعة جينيس لأكبر علامة توعية للسرطان. لأن الحقيقة خليني أقول حاجة بمنتهى الأمانة، والله فعلا أنا لما نزلت من إنجلترا وابتدينا نتكلم في موضوع التوعية، أنا اللي ساعدني فعلا إن في رؤية للدولة المصرية لحماية المواطن بجد. شفت حملة كنت في إنجلترا وجيت أنا كنت في إنجلترا وجيت النقطة دي أرجوك انتظر عشان ده موضوع مهم جدا جدا. والله ما بهزر، هقول لك ليه الفاصل. اولا الكلام اكتر من رائع، الكلام مهم، الحديث حول 1000 كيلو اسبقي بخطوه تشبيك وتنسيق 100% رائع. لو سمحتوا استنوني بعد الفاصل مع دكتور محمد العزب، دكتور هالة عادل حسين، دكتور رانيا علواني. بعد الفاصل هنكمل الكلام على مفهوم حته انجلترا دي لحظه واحده. طيب كل الترحيب بضيوفي الاعزاء، دكتور محمد العزب، دكتور هالة عدي حسين، دكتور رانيا علواني، المسؤولين القائمين، ومعهم طبعا اكيد فريق كبير وضخم ولي كل الشكر في 100 كيلو تحت شعار اسبقي بخطوه. وهرجع انا خلاص عرفت السبب بتاع هنتكلم فيه بالمناسبه، ليه الدكتور محمد رجع من انجلترا وجع 2020 دخلت الكورونا على طول. هرجع لدكتور رانيا. دكتور رانيا، واحنا بنتكلم على كل ده، ويمكن دكتور محمد العزب قال لي انا عارف انت بتقصد مساله استدامه المبادره والمشروع. طب احنا المرحله بتاعتنا الاول هتبقى 10 محافظات، انا عندي 27 محافظه، انا مكمل ل 27 خلال قد ايه بقى؟ احنا 3 سنين البروتوكول، بس اول 9 محافظات دول من سبتمبر ليناير، يعني الاستابليشمنت يناير 2024 الاربع شهور اللي هو بعد بكره. ماشي. والفند جايه للفتره دي بس، بعد كده ان شاء الله يبقى عندنا فند تاني. الاستدامه بقى في ان زي ما قلنا ان كل مكان هيبقى فيه مشاركه مع الجمعيات المحليه، بحيث ان العياده هتبقى يا اما اليافطه موجوده سباقي بخطوه، يا اما مع وحده صحيه، يا اما مع جمعيه موجوده، يا اما حاجه موجوده. هيتم تدريب الاطباء، هيتم الاشراف، يعني الحمد لله خدنا ان احنا على الاقل في الاخر احنا اللي مسؤولين على الاشراف عن كل نشاط الجمعيات اللي موجوده في المحافظات المختلفه. ممتاز جدا. هو الاستدامه اهم حاجه فيها تدريب الكوادر الطبيه والتمريض والرائدات الريفيات، وده جزء كبير جدا من رحله الألف كيلو اللي هي رحله عاديه مش عوم، بس عشان ما تاخدش وقت. مش يعني عوم اربع شهور. يعني بقى راكبين قارب فائق السرعه مش كده برضو، حاجه سوبر بوت كده. طب هنا هرجع لدكتور هالة. دكتور هالة، كقياده عربيه بقى، شايفه انه 100 كيلو دي هتعمم في المنطقه وهتشتغلوا على ده؟ احنا اوريدي اشتغلنا على ده، وكان عندنا منتدى بتاع ساحات فيمي هيلث فورم، ده كان منتدى عربي وفعلا مشاركين فيه دول عربيه. خليني اقول لحضرتك ان الجمعيه فيها من لبنان ومن السعوديه، اوريدي قلبنا الجمعيه الاهليه. حلو. بالشراكه مع كتير، مع الاتحاد، مع كتير من الكيانات العربيه، بدانا نطلق الكلام ده فعلا، خلاص وصلت للدول العربيه. في دول اوريدي طبقت التطعيم، يعني السعوديه ابريل مش اللي فات ده اللي قبله دخلته تطعيم مدارس، الخليج دخلوا، بس دول امكانياتهم الماديه كبيره. خليني اقول لحضرتك ان برضو التطعيم غالي، بس لما ندخل بقى ويبدا يتعمم ويتعرف والكميات اللي مطلوبه من الشركات تكتر، اكيد السعر هيختلف، اكيد الدنيا هتختلف. التجربه بتاعت مساله فيروس سي على سبيل المثال بالنسبه لي تجربه داله جدا. كان غالي ولقينا مخرج وعرفنا نجيبه بسعر كويس، وعرفنا ان احنا نقضي على فيروس سي. فانا اظن اكيد مساله التطعيم بتاع النوع ده من المرض او الفيروس ده، اظن برضو هنعرف نلاقي لها مخرج. وده هنا يخليني اسال دكتور محمد العزب على بقى مساله، طب دور القطاع الخاص في القطاع الطبي مشارك معاكم وبيساعدكم والى اي مدى؟ تمام.
الحقيقة كل خلال الثلاث سنين اللي فاتوا احنا اخدنا دعم من القطاع الحكومي بمختلف قطاعاته، والقطاع المجتمعي من الجمعيات الكبيرة اللي موجودة، ومن القطاع الخاص اللي له علاقة بالشركات أو شركات الأدوية المهتمية أكتر. يعني أنا كنت فاكر أول ما نزلت الحياة أن أنا هبقى شايف أن الشركات مهتمية بالدواء، أن أنا بيع دواء الأمراض السرطانية أو غيره، لكن الحقيقة اكتشفت لا، ده هم مهتمين أكتر بالتوعية ومهتمين أكتر أن هم يمنعوا المرض أنه يحصل. وده كان تحت مظلة زي ما بقول لحضرتك، لما نزلت مصر أنا اتفاجأت بحاجة، وجود المبادرة الرئاسية لصحة المرأة واللي عملت شغل غير عادي في موضوع سرطان الثدي وتوعية وأجهزة كتيرة جدا للإيرلي ديتكشن. ده خلى التوجه كله للشركات عامة أو القطاع الخاص إن هو يدعم موضوع التوعية، وده اللي ادانا فرصة إن احنا نتحرك. يعني ده اللي ادانا خلال ثلاث سنين إن احنا نقدر نعمل أكتيفيتيز كتير، منتدى العربي لصحة المرأة زي ما دكتورة هالة تفضلت، المنتدى في مهلس الطبي اللي موجود، اكتيفيتيز كتيرة جدا موجودة على الأرض. وصلنا، ويمكن ده نقطة عاوز أقولها، على موضوع التطعيم. التطعيم مهم جدا ومرحلة هتيجي، بس أنا بالنسبة لي أكبر خطوة نجاح حصلت إن الدولة المصرية تبنت موضوع سرطان عنق الرحم، وابتدينا بفحص الـ HPV ومجرد أو السكرينينج أو الفيروس. هما المرحلة الأولى إن احنا نشوف إذا كان الفيروس موجود ولا، احنا ما كانش عندنا أي داتا عن الموضوع، وبالحقيقة ماشيينها بشكل سيستماتيك جدا إن احنا أو بشكل مرتب جدا. الأول أشوف الفيروس موجود ولا لا، لو المشكلة موجودة فعلا ومشكلة كبيرة، متأكد 100% زي ما حضرتك قلت، زي ما حصل في فيروس سي والحملة 100 مليون صحة اللي عملت نجاح كبير جدا، هيبقى ليها نفس التأثير ونفس حاجة، وده أنا على يقين منه 100%. بالنسبة للقطاع الخاص، لا، عملنا دعم، ويمكن كنت بقول لحضرتك على موضوع موسوعة جينيس. لما جينا عملنا موسوعة جينيس، ده كانت برضو ملحمة جميلة جدا اتعملت بين القطاع العام وقطاع القطاع الحكومي والقطاع المجتمعي وشركة خاصة اللي كانت بتدعمنا في القصة دي. وكانت القصة ان احنا في بورسعيد قدرنا ان احنا ناخد فعلا ونكسر الرقم بتاع اكبر علامة توعية للسرطان، ويمكن كانت معمولة باللون التسجيل اللي قبلنا كان معمول باللون البنك اللي هو مسؤول عن السجن. أنا لابسه النهاردة. لكن احنا عملناه باللون البربل اللي هو تغطية لكل أنواع السرطان، وعملناها باسم مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر على الأورام ووزارة الصحة المصرية، والحمد لله قدرنا ان احنا نكسر الرقم ونسجلها باسم مصر. القصة مش في موسوعة جينيس، القصة قصة ان مصر عندها حاجة نقدر نتكلم فيها وسادة العالم كله، ده كان الهدف من قصة جينيس او ان احنا نسميها باسم المبادرة. فبنقدر نعمل من الدعم، لا، بناخد دعم كويس جدا، ومتوقع ان شاء الله في المشروع ده، احنا لسه في مرحلة التحضير الاولية، احنا يمكن بدايتنا يوم 22/9 في اسكندرية ان شاء الله، واخترنا مكتبة اسكندرية ان تكون هي الاساس بتاعنا اللي احنا نعمل منه التوعية ونعمل منه التدريب ورائدات الريفيات. ويمكن معالي وزيرة التضامن اكدت حضور بشكل كبير، معالي وزير الصحة ادانا اهتمام بشكل كبير جدا وفتح لنا قصة مديرية الصحة اللي موجودة هناك وتدريب الاطباء، واتوقع ان شاء الله هنبقى عشمانين انهم يعني ممكن هيشرفنا لانه حصل منه قبل كده كذا مرة في دعم لينا في حاجات كتير. هيحصل مشاركة سواء من الشركات الخاصة أو من الشركات اللي هي عندها CSR أو ليها مسؤولية مجتمعية، وده هيدينا دعم أكتر. ويمكن ده اللي هيخليني أرد على نقطة الدكتورة رانيا لما قالت، لما حضرتك سألتها طيب دول أول 10 محافظات، احنا عندنا 27 محافظة. اللي أقدر أقول لحضرتك عليه، لا، البلان بتاعتنا موجودة إن احنا هننزل 27 محافظة، هيبقى فيه عيادات في 27 محافظة على مراحل. ابتدينا الأول بخط الصعيد لأن ده شايفه نزلنا جربنا الاولى بالظبط، صحيح، سواء توعيه او سواء تدريب اطباء او سواء وجود عيادات موجوده سواء في العمل المجتمعي او مع وزاره الصحه المصريه. رائع. لكن اللي بناكده ان احنا 27 محافظه ان شاء الله هننزله. تعليق اخير من دكتور رانيا، تعليق اخير من دكتور هيل. اولا بنشكر حضرتك انك استضفتنا النهارده، لان التوعيه جزء كبير منها هيكون على عاتقكم، الاعلام يكون معنا في الموضوع تحت خطوه بخطوه الف خطوه تحت امركم. تمام. لا، بقول لكل سيدات مصر فعلا اسبقي بخطوه واحمي نفسك، ده الشعار بتاعنا، ولكن ان شاء الله هنكون متواجدين في كل المحافظات، كل السيدات يشرفونا وينورونا ويطمنوا على صحتهم ويبلغوا جيرانهم وقرايبهم واصدقائهم، عشان احنا الهدف ان احنا نوصل لكل سيده مصريه ان شاء الله. دكتور هيل، اي حاجه بدون اعلام تولد ميته. في واحده صديقه كده اعلاميه لذيذه كانت بتقول لي اي حاجه بدون اعلام ملهاش وجود. الدور عليكم، احنا مهمين بقى، احنا حاطين الموضوع عندك. شوف حضرتك بتدخل كل بيت، الدور على الاعلام. حضرتك النهارده في كام واحد سمعك، بكره حد هيسال، بكره حد هيتواصل مع الجمعيه، ممكن حد يجي يسال حضرتك،
زي ما بنقول في التسويق عندنا في الماركتنج الورد في ماوس. صح. حياتك عرفت وقلت لفلان وقلت لاسرتك. صح. وقلت العمليه بتنتشر، احنا ما زهقناش. احنا لما بدانا توعيه سرطان الثدي كان سنه 2000، عبال ما الدوله والناس وفهموا ان الست تروح تكشف على سرطان الثدي خدنا وقت طويل قوي. الحمد لله احنا خدنا بس سنتين ونص ثلاثه عبال ما الدنيا قامت. فانا اعتقد ان التوعيه مهمه جدا، تكثيف الوعي على الموضوع ده عليه عامل مهم جدا. على الاقل القطاع الخاص زي ما حضرتك بتقول، الجامعات الخاصه، المدارس الخاصه، تقدر تشيل عن عاتق الدوله انها تعمل. يا سلام، انها لما تكشف. يبقى تطعيم زي ده الزامي يعني؟ يبقى لا، الزامي صعب على الدوله. الدوله ما لا يعني لو احنا عملنا بالتضفير والتشبيك ده وكله اشتغل على انه ندعم الفكره هتبقى سهله. بص حضرتك، واحنا كنا ماشيين لوحدنا، امكانيات برضه في ناس عماله تدخل معانا طول ما احنا ماشيين، وكل ما بنمشي شويه كل الموضوع ما بيكبر شويه. ونشكر حضرتك تاني لتحت الفرصه ان الناس تسمعنا، وبالذات من ماسبيرو، من التلفزيون المصري، انه يتبنى هذه القصه. هتبقى بالنسبه لي انا سعيده. ونحن معكم اينما كنتم، روحوا اي نجع وقولوا لنا يلا بينا. احنا نزلنا فعلا. لا ده احنا هنجي لكم يعني، قولوا لنا بس تعالوا الكاميرا تبقى موجوده ونبقى شغالين معاكم. احنا تحت امركم. انا عايز اشكركم جدا على وجودكم معانا، ده نمرة واحد. الاهم جدا هو اشكركم جدا 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 على 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 المبادره دي، وعلى الخط اللي انتم ماشيين فيه ده، وعلى انكم لاول مره تعرفوني انه في فاكسين، في تطعيم لكده، او دي معلومه دي ثمنها لوحده اكتر من مليار دولار. فاسالوا، اعرفوا، ادوا الولاد والبنات التطعيم. ودي المعلومة التانية، انها للولاد وللبنات من سن 9 لسن 15 سنة. لقطعنا بسرعة وهنفضل موجودين مع 1000 كيلو. اسبقي بخطوة اينما كانوا. ارجوكم اقروا عن المبادرة، ارجوكم تواصلوا مع القائمين على المبادرة وخدوا خطوة انتوا كمان لقدام القطاع الخاص. شد حيلك معانا كده ارجوك. خلصت الحلقة لحد كده، اما لو كلنا العمر فنقابلكم بكرة ان شاء الله وبرنامجكم التاسعة. سلامات.